والمالي والأدبي تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة عليهما، وهذا يريحنا، يريح كل المكتب الفيدرالي المستقيل، يريحني شخصيا أني خارج مطمئن، خارج وأنا ضميري مرتاح، وان شاء الله نتمنى التوفيق للقادم ان شاء الله. الحمد لله. المهم العهده لم تكتمل، هذه ربع عهده، في ربع عهده كثير من الانجازات، كثير من التحقيقات. 2021 شاهد على ذلك، كاس العرب، نهائي كاس الاتحاد العربي لكرة القدم كذلك لأقل من 20 سنة، كثير من المناسبات، كثير من الإنجازات على مستويات أخرى، مستوى المالي، على مستوى التسيير، على مستوى التنظيم، على مستوى التحكيم، كثير من الإنجازات. المهم الإنجازات موجودة، اللي يحب يشوفها يشوفها، اللي يحب يغمض عينيه ما يشوفهاش أكيد، لكن على كل المستويات، حتى على المستوى المالي اللي كثر الحديث فيه، على المستوى المالي هناك تحسن كثير من ناحية هذه، وقدرنا نسير حتى في ظروف صعبة جدا، قدرنا نسير الاتحاد ولم نمس من مصاريف من مداخيل الاتحاد الموجودة، ولم نمس أي شيء، بل العكس، احنا أثرينا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وحافظنا على ممتلكاته، وحافظنا على التوازن المالي.